وصيد الأميرة لالا لطيفة قبل وفاتها. تلقينا منذ ساعات خبر وفاة الأميرة لالا لطيفة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس وأرملة الراحل الملك الحسن الثاني. أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي اليوم السبت انتقال الأميرة لالا لطيفة حرم المغفور له الملك الحسن الثاني ووالدة عاهل المغرب الملك محمد السادس. ونال القصر الملكي المغربي بني يتغمد الفقيرة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها في زهج جناته أن يطيل في عمر الملك محمد السادس. والأميرة لالا لطيفة هي أرملة ملك المغرب الأسبق الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس وأخواته الأميرة مريم الأميرة أسماء الأميرة حسناء والأمير رشيد. وتنحدر من منطقة زيان الأمازيغية بوسط المملكة وهي بنت أحد كبار شيوخ قبيلة زيان. وكانت آخر وصاياها الندوة لها بالرحمة والمغفرة وأن تكون سلالتها حاكمة بالعدل بعد وفاتها. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.